ولكن برضو الكتاب المقدس قسيس شادي بيتكلم عن يسوع المسيح، عن الابن، وعن موضوع الخلق حتى في العهد القديم. إذا ممكن يعني توضح لنا هذا الفكر أكثر. أمين. طبعا هاي واحدة من الأساسيات اللي احنا نؤمن فيها بالثالوث، أنه الابن أزلي. الابن لم يكن فكرة أو تصميم في ذهن الله كما تنادي بعض البدع. فمثلا الآية المشهورة استيش نزار، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة كان الله. فمنشوف هاي الآية بتبين أزلية الرب يسوع المسيح، بتقول في البدء كان الكلمة. بنشوف فيه تميز الرب يسوع المسيح، تميز أفنوم الابن عن باقي الأقانيم، لما بقول الكلمة كان عند الله. ودائما كلمة عند في الكتاب المقدس أغلب الأحيان تأتي بشكل أنه شخص موجود عند شخص، أو اثنين في شركة حية، هاي كلمة عند. فما بقول أنه الكلمة كان عند الله معناه الكلمة كان في فكر الله، لا، الكلمة كان عند الله. لما بقول مثلا ناظرين وجه الرب، مجد الرب بوجه مكشوف، نتغير إلى تلك الصورة عنا بوجه مكشوف. هون كلمة الوجه جاءت من اشتقاق من كلمة عند في اليوناني، فهو في شركة دائمة. بعدين بقول الكلمة هو الله، فهذا الابن الموجود منذ البداية، من حتى من قبل البداية. الآية بتقول في البدء كان الكلمة، يعني لما ابتدى كل شيء الكلمة كان موجود، فهون الأزلية موجود. لكن بكمل الرسول يوحنا في يعني أجزاء مهمة جدا لازم على كل مسيحي يعرفها، ويقول هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. وهون سؤال لأي واحد يؤمن بوجود الله، من هو الذي كل شيء به كان؟ لو أعطيت هاي المقطع لأي واحد يؤمن بوجود إله خلق هذا العالم، هيقول لك هو الله، كل شيء به كان. والرسول يوحنا يقدم النفي أيضا، وبيقول وبغيره لم يكن شيء. لكن مش بقول حتى لم يكن شيء استثنزار، إذا بتعرف بقول لم يكن شيء مما كان. فكأنه حتى النفي بشدد عليه على الأخير، حتى ما حد يفكر أنه أقنوم الإبن تكون. أقنوم الإبن لم يتكون، أقنوم الإبن هو الذي كون كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان. الكلام في هذا المقطع كثير يعني كبير، حتى كلمة كان هون استثنزار من جمال الكتاب المقدس، كلمة مميزة جدا هون. كلمة كان بنشوفها كثير في الإصحاح الأول، لكنها في اليوناني مختلفة. مثلا الآية الأولى والثانية لما بقول في البدء كان الكلمة، كلمة كان هون مختلفة عن الآية 6 لما بقول كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. كلمة كان إنسان مرسل من الله هون بتكلم عن حدث ابتدأ في وقت معين، لكن في البدء كان الكلمة هون الكلمة كان هي الامبيرفكت سنس اوف ذا بينج، هو يعني الفعل غير التام، ما له ترجمة حرفية بلغتنا العربية وحتى في اللغة الإنجليزية ما في له، لكن هذا موجود في اللغة اليونانية، إنه هو موجود من بداية الكلام وقبله. عشان هيك بقول في البدء كان الكلمة، يعني في بداية ما أي بداية أنت تتخيلها الكلمة كان موجود قبل هاي البداية. فهذا الذي كان يريد الرسول يوحنا إنه يوصل لنا إياه، إنه كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. حتى هنا الكلمة كل شيء به كان، كل شيء تكون في وقت معين، اللي هي كلمة كان زي الموجودة في آية 6 كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا المقطع مقطع عميق جدا في كل كلمة وكل حرف اليوناني في اللغة الأصلية كما كتب، محتاج إنه نتأمل فيه. لكن أيضا في كولوسي 1 لما بقول إنه هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة. طبعا كلمة بكر هون ممكن يستخدموها شهود يهوى انه هو هي بدايه الخليقه، لا، كلمه بكر في الكتاب المقدس لا تعني بالضروره الاول في الزمن، لكن تعني الاول في المكانه، وهذا واضح في العهد القديم. لكن لما بقول رئيس الخليقه الجديده، نعم، امين. وبعدين بقول في عدد 16 من كولوسي 1 فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الارض وما لا يرى. فيه هون بتكلم عن مين؟ مش الآب، بتكلم عن الابن. فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض. عشان هيك الأحباء المسلمين اللي بيقولوا لنا إحنا جعلنا المسيح إله، إحنا لم نجعل المسيح إله، الله اختار أن يتجسد، صار جسدا وحل
بيننا ورأينا مجده في المسيح يسوع. لكن المسيح هو الابن الموجود من الأزل الذي شارك في الخلق. أيضا في عبرانيين واحد قرأتها أنه الذي به أيضا عمل العالمين. كثير مقاطع استيس نزار تتكلم أنه شارك في الخلق، وهي على الأقل الثلاث أهم مقاطع اللي هي يوحنا واحد، كولوسي واحد، وعبرانيين واحد.